أحسن الله إليكم. يقول السائل: قدمت إلى مكة وأنا متعب، فنمت واستيقظت ولم أدري هل أذن الفجر أم لا، فاعتقدت أنه ما زال على الأذان حوالي 10 دقائق، فشرعت في الطعام وفجأة سمعت إقامة الصلاة، فهل أنا مفطر مع العلم أنني أتممت الصيام؟ نعم، يلزمك إتمام الصيام، لكن عليك قضاء هذا اليوم لأنك أكلت وشربت بعد طلوع الفجر، أكلت وشربت بعد طلوع الفجر، وكان الواجب عليك أن تسأل من حولك حتى تعرف الوقت، أو تنظر في الساعة، ساعات كثيرة على الحيطان، وعلى تنظر أو تسأل من حولك، أنت المفرط.